ما الدليل على أن الإنسان مسير ومخير؟ ما الدليل على أن الإنسان مسير ومخير؟ الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة. هو مسير من حيث أقدار الله التي تجري عليه، ومخير من حيث الطاعة والمعصية. هو يفعل الطاعة والمعصية باختياره وإرادته، هو مخير. فمن أطاع الله فهو أطاعه باختياره ليس مجبرا، ومن عصى الله فقد عصاه باختياره وليس مجبرا على المعصية. نعم.